انفجار الوضع في المهرة وتصعيد العنف ومحاولات فرض السعودية هيمنتها على المهرة في ظل صمت رسمي وتجاهل لمشروع الاستحواذ على محافظة المهرة. ما هي تداعيات العنف في شرق اليمن ومخاطر السيطرة العسكرية على منفذ شحن؟ أهلا بكم. اقتحمت قوات سعودية وعناصر موالية لها منفذ شحن عقب مواجهات انسحب على إثرها المقاتلون القبليون من أبناء المهرة بناء على وساطات قبلية وتوجيهات رئاسية. منفذ شحن ظل طيلة أيام خلت ساحة لمحاولات التدخل السعودي رغم الرفض من أبناء المهرة، إلا أن التصعيد العسكري يفتح بابا للفوضى والانتهاكات في اليمن في مناطق باتت تثير الكثير من التساؤلات حول أهداف السعودية في البوابة الشرعية لليمن. ولماذا الشرقية لليمن؟ ولماذا تسكت الشرعية عن هذه التدخلات والانتهاكات للسيادة الوطنية؟ هل فعلا الشرعية متورطة مع الأهداف السعودية؟ ولماذا يتم وصم الرافضين للتدخل السعودي بالخونة والمخربين؟ حيث قال تركي المالكي في بيان للتحالف قبل ساعات إن محاولات جماعات الجريمة المنظمة والتهريب بمحافظة المهرة تشكل خطرا أمنيا حقيقيا يقوض جهود الحكومة اليمنية الشرعية في فرض الأمن والاستقرار بالمحافظة. هذه قوات داخل المنفذ جولة جديدة من صراع الاستحواذ على البلاد تخوضه السعودية ضد اليمنيين في المهرة خلال يومين من التصعيد والرفض الشعبي لمحاولة السيطرة العسكرية للقوات السعودية على منفذ شحن الرابط بين اليمن وسلطنة عمان. ورب رجال الجنوب ذولا هذا لا تبعد تحالف تحالف. عشرات المدرعات العسكرية تحمل جنودا سعوديين وقوات من الموالين لها اقتحمت منفذ شحن في ظل تحليق مكثف لطيران الأباتشي بعد انسحاب رجال القبائل من المنفذ بناء على وساطات قبلية وتوجيهات رئاسية. حالة من السخط تسود أوساط الفعاليات الشعبية في المحافظة جراء التصعيد العسكري السعودي في إطار مساعيها لإحكام سيطرتها على المحافظة وقمع الرفض الشعبي ومحاصرته. سيطرت السعودية أخيراً على المنفذ الرابط بين اليمن وعمان تحت شعار إيقاف التهريب والذي تستفيد منه ميليشيا الحوثي، ولكن مراقبين يرون أن الهدف الحقيقي من هذا العمل ليس سوى تحقيق السيطرة على المحافظة التي يمكن أن تكون منفذاً سعودياً إلى البحر العربي. تدخلت السعودية في اليمن قبل نحو 5 سنوات تحت شعار مواجهة ميليشيا الحوثي وإعادة الشرعية، وفي حين تبدو الحرب الآن مع ميليشيا الحوثي وقد غطاها النسيان، ذهبت السعودية إلى أدراجها للبحث عن أهدافها القديمة في اليمن، فوجدت المنفذ إلى البحر العربي وقد أصبح أخيراً حلماً قابلاً للتحقيق في ظل سيطرتها على السلطة الشرعية وتحكمها بكامل تفاصيل المشهد اليمني. على الجهة المقابلة تبدو الشرعية وهي في حال غير قابل للفهم، فبينما يوجه وزير الداخلية السلطات الأمنية في المحافظة بعدم إرسال أي قوات عسكرية لمنفذ شحن، يوجه نائب رئيس الجمهورية السلطة المحلية والعسكرية في المهرة بالتعاون مع القوات السعودية وتسهيل سيطرتها على المنفذ، تستثمر الرياض في حالة التيه والعجز التي تعيشها السلطة الشرعية، ومن خلالها يتم تمرير كل مشاريع الاستحواذ التي تبنيها السعودية والإمارات في المناطق المحررة، في حين تبدو الحرب ضد ميليشيا الحوثي وقد أصبحت جزءاً من التاريخ. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا المحلل السياسي ياسين التميمي هنا في الاستوديو، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ ياسين. أسعد الله مساءك يا أخت آسيا. إذن أستاذ ياسين، هناك انفجار للوضع في المهرة، ربما المهرة لم تشهد أي واقعة دماء منذ عهود قديمة، ولكن بفضل الاحتلال السعودي كما يسمى أو الوجود السعودي أصبح وضع المهرة فيه عنف وفيه اشتباكات وفيه دماء، ما الذي يحصل هناك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، التحية والتقدير لمشاهدي قناة بلقيس ولأبناء محافظة المهرة الذين يقفون موقفا مشرفا هذه الأيام ويحاولوا بقدر الإمكان ويقدمون تضحية غالية من أجل
الحفاظ على استقلال القرار اليمني وعلى توفير تلك المساحة التي بقيت متاحة بين يدي اليمنيين لكي يتصرفوا بكرامة، وهم ينتقلون عبر المنفذين البريين الوحيدين المتاحين لأبناء اليمن للانتقال من وإلى اليمن. هناك رغبة محمومة من جانب المملكة العربية السعودية لفرض اليد على هذه المنافذ والاستحواذ على كل مقدرات الدولة اليمنية في محافظة المهرة. لا يبدو أن المملكة العربية السعودية ستتوقف عن مسعاها لإنهاء وتجريف نفوذ السلطة الشرعية. من المؤسف طبعا أن هناك مسؤولين يمنيين، وزير الإعلام ومعلقين وبيانات وأوامر تصدر من مسؤولين عالي المستوى في السلطة الشرعية. هؤلاء لا يقدرون عواقب ما يقومون به هذه الأيام، إنهم يقومون بالمساهمة المباشرة في تقويض نفوذ السلطة الشرعية. اطلعت على بيان التحالف، هو يظهر المسألة على أنها مواجهة بين طرفين محليين، يعني بين طرف وصف بأنه تخريبي ومتورط في الجريمة المنظمة، وطرف آخر هو السلطة الشرعية والجهات الأمنية، وهذا أمر فيه مغالطة كبيرة جدا. الذي يحدث هو مواجهة بين المملكة العربية السعودية وجيشها الذي يقوم بسلوك عدواني احتلالي في هذه المحافظة، وبين أبناء محافظة المهرة الكرام الأحرار. لا يمكن لأي يمني أن يقبل بأن يتحول رموز المهرة والوطنيين الشرفاء من أبناء محافظة المهرة إلى مهربين وإلى قطاع طرق وإلى مخربين يسهل استهدافهم باسم الدفاع عن السلطة الشرعية. أما المملكة العربية السعودية عليها أن تتذكر الآن أنها تركت الحوثيين يتقدمون باتجاه مارب، وتركت الحديدة يعني مفتوحة على عمليات لا تنتهي من التهريب، وعليها أن تدرك أن البحرية الأمريكية هي التي أوقفت سفنا تحمل أسلحة متجهة إلى الحوثيين. وبالتالي عندما تحدث كل هذه الأمور وتذهب السعودية بقضها وقضيضها لكي تحدث فوضى وتخريب في محافظة المهرة، فهذا يعني أن المسألة ليس لها علاقة أولا بأجندة الحرب الدائرة على الساحل اليمنية. لا أقصد الأجندة، أقصد ليس لها علاقة بالمعارك العسكرية التي يقول التحالف أنها تدور بين السلطة الشرعية والإنقلابيين الحوثيين. هذه الترتيبات التي تجري اليوم في محافظة المهرة لها علاقة مباشرة بالأجندة السعودية التوسعية التي تتم على الأراضي اليمنية، وهي أجندة انفضحت وانكشفت من خلال التغطية التي منحتها السعودية للإمارات لكي تتصرف بكل ما قامت به في الساحل الجنوبية من عملية تخريب وتهيئة لعوامل التفكك والانحلال للدولة اليمنية وتشجيع المتمردين والانفصاليين، والذين قاموا في آخر فعالية لهم بمحاصرة معسكر التحالف الذي تسيطر عليه السعودية في عدن، ويأتي ردها على أبناء محافظة المهرة ومن خلال إرسال تعزيزات للسيطرة على منفذ شحن. السعودية لا أقول أنها فقدت البوصلة فيما يتعلق بنشاطها العسكري في الساحل اليمني، ولكنها تعرف ماذا تعمل. تسمح بمزيد من التخريب في مناطق الشمال، وتسمح للحوثيين بتقدم ممارسة الضغوط الاستراتيجية والأمنية والعسكرية المباشرة على ما تبقى من نفوذ السلطة الشرعية في مارب، ثم تتيح الفرصة للإمارات لكي تعيد هندسة المشهد في المحافظات الجنوبية بما يدفع باتجاه الانفصال السهل والسلس. لأن الذي يحدث هو أن السعودية اليوم، يعني دعونا نتأمل في هذا الأمر جيدا، السعودية تحاول أن تركز الأنظار على شحن، لكن ما الذي يحدث في شحن؟ هل تدخل الأسلحة إلى أبناء المهرة؟ هل أبناء المهرة يستخدمون كمل الفكرة، هل أبناء المهرة يستخدمون الأسلحة الثقيلة في محافظة المهرة لخلق واقع جديد كما فعل الإنقلابيون الجدد في عدن؟ الذي حدث أنه الإمارات عندما والسعودية عندما سيطروا على الموانئ في عدن سمحوا بدخول أسلحة حصرا للمجلس الانتقالي لكي يقوى السلطة الشرعية في محافظة عدن ويخرجها يعني بكل رموزها من محافظة عدن، ويصبح الجميع لاجئا في الرياض. إذن لماذا يحاولون صرف الأنظار والتركيز على ما يفعله أبناء المهرة الشرفاء الذين لا يريدون أكثر من أن تبقى هذه المنافذ مفتوحة بما يحترم ويقدر على الأقل كرامة المواطن اليمني، ويغضون الطرف عن عمليات إجرامية حقيقية تتم في بقية المحافظات؟ لكن هناك شماعة جديدة أستاذ ياسين يعني تضاف للمهرة لتبرير هذا التدخل السعودي، ونحن نتساءل
ماذا تصنع السعودية في المهرة التي لم يصل إليها الحوثيون؟ ربما في بيان تركي المالكي الذي صدر قبل ساعات يقول بأن يعني ألاحظ في خلال البيان كم مرة تكررت كلمة جماعات الجريمة المنظمة والتهريب بمحافظات المهرة، شخصية المعروفة بالمحافظة المتزعمة لجماعات الجريمة المنظمة والتهريب، يعني استخدام العنف والقوة المميتة باستهداف الوحدات الأمنية وقوات التحالف، يعني كل هذه العبارات تقول بأن هؤلاء الذين يرفضون التدخل السعودي هم عبارة عن جماعة إرهابية وتهرب الأسلحة للحوثيين حسب ما يقولون. هل إلقاء التهم بهذه البساطة؟ هذا البيان طبعا هو لم يقل بأنهم يهربون الأسلحة للحوثيين، لأنه لو قال هذا الكلام فهو يدين نفسه في المقام الأول، لأن السعودية حولت المطار إلى ثكنة، حولت محافظة المهرة إلى ثكنة، سيطرت على كل شيء، لديها مراقبين في المنافذ، لديها أجهزة مسح في المنافذ، وبالتالي الحديث عن أن الأسلحة تصل إلى الحوثيين عبر هذه المنافذ هذا حديث مرفوض جملة وتفصيلا. لكن أخطر ما ورد في بيان التحالف هو أنه يظهر الأمر كما لو كانت مبارزة ميدانية بين السلطة الشرعية وبين جماعة خارجة عن القانون في محافظة المهرة، هذا غير صحيح. الذي يحدث هو أن المملكة العربية السعودية وجيشها المتواجد في المهرة وفق أجندة احتلالية هو الذي اليوم يقوم بعملية التصعيد في محافظة المهرة باتجاه الخطة المرسومة، لأنه يريد أن ينفذ مستعجل في تنفيذ الخطة المرسومة وهي السيطرة المباشرة على محافظة المهرة. اليوم السعودية تعمل على تفريغ محافظة المهرة، وهذا الذي ينبغي أن ينتبه إليه الجميع، تفريغ محافظة المهرة من رموز الشرعية، تجريف محافظة المهرة مما تبقى من أدوات الشرعية سواء كان جيش أو أمن أو مرافق أو يعني اليوم المحافظ المهرة يتحول من محافظ إلى رئيس ميليشيا. السعودية تدفع به ليكون رئيس ميليشيا، هو اليوم يقامر بمواجهة أبناء المهرة وهم كتلة بشرية متماسكة، فهو يتجاوز كثير من الأعراف والمبادئ والقيم من أجل المادة، من أجل يعني الانخراط ضمن هذا المشروع التدميري التخريبي في محافظة المهرة. السعودية تريد أن تحول المهرة إلى منطقة مواجهات بين فريقين، فريق صنفته بأنه خارج عن القانون وفريق سمته بأنه يفرض القانون. الفريق الذي يفرض القانون هو الذي يشكل الميليشيات. الشرطة العسكرية هذه وحدات استحدثت مؤخرا لكي تنوب عن كل الأجهزة الأمنية التي تعمل ضمن أو وفق أجندة السلطة الشرعية. هذه الشرطة العسكرية تم استجلاب عناصرها من العناصر الموتورة في محافظات جنوبية أخرى لكي تقوم بعمليات تخريبية تماما أو تتطابق تماما مع ما يقوم به الحزام الأمني والنخب الشبوانية. لهذا تطلق هذه الميليشيات أحيانا باسم الشرطة العسكرية وأحيانا باسم يعني جماعات مسلحة مرتبطة بالمحافظ بشكل مباشر. إذن السعودية ترغب في 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 تفريغ مضمون الدولة في محافظة المهرة وتحويل المسألة إلى مواجهات ميليشياوية لكي يسهل عليها، وبالتالي المرحلة اللاحقة ستقوم بشيطنة المشهد العام في محافظة المهرة، وقد حاولت من قبل من خلال وصمه بالإرهاب لكي تبرر كل ما تقوم به. وأنا أعتقد أن السعودية لن تتوقف عن تعطيل يعني السلطة الشرعية وتجريفها من محافظة المهرة لكي تحل محلها، ومن ثم تبدأ بعملية السطو المباشر على هذه المحافظة وصولا إلى تنفيذ المشروع الاستراتيجي المرتبط بها، وهو إما شقنا مائية من الخليج العربي إلى بحر العرب أو مدأنا بنفط. يعني عليكم أن تتذكروا هذه مسألة موثقة وأشار إليها الشيخ علي سالم الحريزي في الفيلم الوثائقي للجزيرة النوايا المبيتة، وقال أن الرئيس عبد الله صالح الرئيس السابق استدعاه في 2010 وحكى له القصة أن السعودية تريد أن تمد أنابيب النفط، لكن تريد أن تسيطر على منطقة مرور أنابيب النفط من الجهتين بمسافة 5 كيلو من كل جهة، بمعنى أن مخطط شق القناة قائم. تبدأ أولاً بالحصول على موافقة الحكومة اليمنية بالسيطرة المباشرة على منطقة مرور أنابيب النفط. لماذا تريد أن تسيطر على هذه المنطقة أصلا؟ إذا أنت تريد أن توصل نفطك إلى بحر العرب عليك أن تعقد اتفاق وتدفع رسوم محددة للحكومة اليمنية وتدع الأنابيب دون إشراف سعودي مباشر. الإشراف يكون تقني فقط من قبل مهندسين قادرين على التدخل لإدارة العملية الضخ النفط لا أقل ولا أكثر، لكن أن تفرض سيطرة وسيادة سعودية مباشرة على مرور أنابيب النفط هذا
هذا ينطوي على نية مبيتة وحقيقية للسيطرة على محافظة المهرة. نعم، إذا نسمح لنا أستاذ ياسين أن ينضم معنا عبر الهاتف السيد أحمد بلحاف مسؤول التواصل الخارجي لاعتصام المهرة. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور، مرحبا. أهلا بك. إذا مواجهات وجرحى وتصعيد عسكري في المهرة، هل وضعتنا في الصورة ما الذي يحدث في المهرة أستاذ أحمد؟ نعم، التصعيد العسكري بدأت به قوات الاحتلال السعودي وميليشياتها، حيث أنها أرادت أن تقتحم ديرة شحن وتحديدا منفذ شحن الحدودي، وكان قبل ذلك قد أعلنت عن إيقاف الحركة التجارية فيه لأن منفذ الشحن لم يتوقف. وهناك بيان من وزير الداخلية أحمد الميسري بعدم إرسال أي قوة عسكرية إلى منفذ شحن. وتلا ذلك مواجهات يوم أمس بين القبائل حين حاولت التصدي للقوات السعودية، فاستخدمت السعودية بانتهاك صارخ طيران الأباكي لضرب محيط القبائل، واستخدمت المدرعات العسكرية. ثم تلا ذلك الوساطات والتوجيهات الرئاسية إلى أن تعود القبائل لترفع نقاطها وتتعامل من وقعها، مقابل أن يظل منفذ الشحن تحت حماية القوى المؤسسه الامنيه والعسكريه، لان السعوديه التفت واقتحمت المنفذ هذا اليوم، وهي الان في اشكال مع قوات الجيش ومع قوات الامن المركزي المسمى القوات الخاصه، والان في هناك استعداد للقبائل لتساند الجيش لتساند المؤسسه الامنيه. فالسعوديه تتمادى في انتهاكاتها، السعوديه فرضت احتلال كبير على محافظة المهرة، وتصريح الشيخ علي سالم الحريري اليوم كان واضحا، حيث ذكر أن السعودية تسيطر على مواني والميناء من نشطور ومطار الغيضة والمنافذ، حيث أنها تسيطر على منفذ ترفيد، ويظل منفذ شحن هو المعبر الإنساني الوحيد لأبناء اليمن وأيضا الرافد الاقتصادي لمحافظة المهرة. والسعودية تريد أن تطبق حصار كامل على أبناء الجمهورية اليمنية من خلال إغلاق هذا المنفذ. السعودية رأينا في السنتين الماضية منذ في خلال تواجدها أنها قامت بكثير من الانتهاكات كالقتل كالاعتقال كملاحقة الناشطين وكثير من الانتهاكات التي تدين السعودية. فنحن نناشد المجتمع الدولي، نناشد دول المنطقة، نناشد دول مجلس التعاون الخليجي بإنقاذ محافظة المهرة الآمنة المسالمة التي لا يوجد بها أي قوى انقلابية أو قوى إرهابية تهدد المنطقة. فنحن نرى أن الممارسات الإرهابية تقوم بها قوات الاحتلال السعودي في محافظة المهرة وتجري بالخارجين عن القانون. فعلى سبيل المثال هناك بيان من وزير الداخلية بعدم تحريك أي قوى عسكرية إلى منفذ شحن، ونرى الشرطة العسكرية تتحرك بأوامر سعودية. إذا هي متمردة إذا كانت بالفعل صحيح أنها شرعية تتبع مؤسسات الدولة، ولكن السعودية تقوم بدعم المتمردين والخارجين عن القانون وتجلب عناصر تخريبية من خارج المحافظة بل ومن خارج اليمن، من سواء من أفريقيا من أوروبا، وهم المتطرفين، وهؤلاء تريد أن تستخدمهم لخلق مبررات لتواجدها في محافظة المهرة. إلا أن أبناء محافظة المهرة وقبائل محافظة المهرة وكل المكونات والشرائح ترفض وجود قوات احتلال داخل محافظة المهرة، هذه القوات الجنوبية، وسيستمر أبناء محافظة المهرة في تصعيدهم إلى أن تخرج وأن يدحروا هذه القوات المحتلة لمحافظتهم. نعم، إذن أستاذ أحمد، ما هو موقف المعتصمين وأبناء المهرة من هذا التصعيد السعودي واستخدام الطائرات ضد المواطنين الرافضين للسيطرة السعودية؟ ربما قبل قليل تم إنزال فيديو للشيخ الحريزي وهو يتحدث عن يعني ما الذي يحدث هناك وكيف تسيطر السعودية على المنافذ، ويستنكر أيضا إن كان هناك فعلا وثيقة من نائب الرئيس علي محسن يعني هو وصفها بسحق المواطنين اليمنيين، يقول لا يمكن لمواطن يمني أن يعني يقبل بأن يتم قتل اليمنيين من قبل طرف خارجي. بالفعل تحدث الشيخ الحريزي عن ذلك، ونحن بدورنا في لجنة الاعتصام السلمي سبق وأن أعلننا مباركتنا للهبة الشعبية التي أعلن عنها الشيخ علي سالم الحريزي في أغسطس 2019، وهذا يأتي اليوم بدور القبائل استمرارا لأهداف الهبة الشعبية التي أعلن عنها، وتساند المواطنين والتجار وتساند المؤسسات الأمنية والعسكرية للدولة الشرعية في محافظة المهرة. أما التصريح الذي نشر على أنه من نائب رئيس الجمهورية فهو تصريح توجيه فيه كثير من الخذلان، فيه كثير من الانبطاح، ولكن نحن اليوم لا 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 لم نستغرب هذا، لأن هؤلاء هم تحت
الأقطار السعودية وتحت جبروت السعودية في الرياض، ولكن ما يؤكد أن هناك انشقاق في 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 الرقعة الشرعية، حيث نرى وزير الداخلية يأمر قوات العسكرية بعدم التجاوب الذهاب إلى منفذ شحن، ونائب رئيس الجمهورية يأمر من الرياض، ولكن لم يطل هذا في رسالة الإعلام الرسمية اليمنية بأنه تم التوجيه، بما يدل على أن الشرعية مختلطة من قبل الرياض، وأن الرياض تستخدمها فقط لتنفيذ أجندتها وأطماعها، وليس كما أعلنت أنها أتت لحمايتها أو استعادة الشرعية في اليمن. نعم، إذن ما هي خيارات أبناء القبائل والمواطنين في حال تم التصعيد أكثر من قبل السعودية عسكريا وأيضا ضد المحافظ باكريت الذي يتعامل مع المواطنين بهذا الشكل؟ اليوم قبائل محافظة المهرة والمواطنين في استعداد وعلى هبة الاستعداد للمواجهة، ويعني ولن يتراجعوا، وكما نعرف أن قبائل محافظة المهرة وقبائل مقاتلة قبائل شرسة، ورغم أنها حاولت خلال هذه الفترة كلها أن تجنح إلى تدعو السعودية لتجنح للسلم، وأن يكون هناك اتفاقيات لتفهم مصالح السعودية في محافظتنا، لا الانقلاب علينا أو تهديدا منا، لأن السعودية نكتب بها كل العهود وكل الاتفاقات، وأبناء محافظة المهرة اليوم هم في الأودية، هم في الصحاري، هم في الجبال، هم على السواحل المستعدين لمواجهة السعودية ودحرها من محافظة المهرة، ولن يقبلوا احتلال أي قوى أجنبية لمحافظة المهرة، وهذا معروف تاريخيا أن محافظة المهرة لها تجارب تاريخية في طرد الغزاة من 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 أراضيها. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أحمد بلحاف، مسؤول التواصل الخارجي لاعتصام المهرة، كنت معنا عبر الهاتف. إذن عودة إليك أستاذ ياسين. أستاذ ياسين، تقريبا على ما تحدث بها الشيخ الحريزي، وخاصة بوجود مذكرة بتاريخ الأمس من نائب الرئيس علي محسن يوجه فيها السلطة المحلية بتسهيل تحركات القوى السعودية والتعامل بحزم مع المخربين والمهربين، ما رأيك بها؟ كان ردا حكيما من الشيخ علي الحريزي، لانه ابدى استغرابه ان هناك تغطيه او ان هناك يعني مسؤول يعني يحرض قوى خارجيه على سحق مواطنين يقومون بالتعبير الحر عن مصالحهم وعن كرامه بلدهم. وهذا الاستغراب يكفي لتذكير الذي أصدر توجيهات، وهو الرئيس عبد الرب منصور هادي عبر نائب الرئيس نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأنا استغرب لماذا هذا التوجيه تحديدا يمر عبر هذه السلسلة من المستويات القيادية في الدولة. القيادة الشرعية في الرياض تمارس النفاق السياسي مع المملكة العربية السعودية للأسف الشديد. عبد الرب منصور هادي طبعا له تاريخ من التغطيات على كل الأعمال التي استهدفت اليمن وكرامتها وسيادتها وحقها الطبيعي في أن تتجاوز التحديات التي مرت بها خلال الفترة الماضية، وصلت إلى مرحلة التغيير، وعقد مؤتمر الحوار الوطني، وتوافق الجميع على مخرجات محددة، ومع ذلك عندما قررت السعودية ومعها الإمارات وأطراف دولية أخرى بأن يجهضوا عملية الانتقال السياسي في اليمن، كلفوا الحوثيين، فالحوثيين تحركوا من صعدة بإسناد من الجيش السابق، ودخلوا إلى صنعاء تحت غطاء كامل من الرئيس عبد الرب منصور هادي. اليوم الرئيس عبد الرب منصور هادي يكرر نفس الخطأ، ومع ذلك يصر على توريط آخرين مثل علي محسن صالح نائبه، مع أن هذا التوجيه يفترض أن يصدر من وزير الداخلية، أو إذا أراد الرئيس أن يوجه فيوجه المحافظ هو، لماذا عبر نائبه؟ أنا أعتقد أنه هذا التسلسل غير منطقي، يعني رئيس الجمهورية يوجه رئيس الحكومة، رئيس الحكومة يوجه محافظة المهرة، لكن يشعر المرء بأن هناك، بالإضافة إلى أن هذا النوع من التوجيهات توفر غطاء غير مقبول من الناحية الوطنية لمحاولة من دولة أخرى لمصادرة سيادة اليمن والاستحواذ على مزاياها الجيوستراتيجية والجيوسياسية في وضح النهار. ولكن هناك حتى هذه التوجيهات تنطوي ايضا على نوع من حرق الاوراق مسؤولين اخرين في السلطه الشرعيه. نعم، لكن الرئيس، اسمح لي ان اوضح فقط هذه النقطه، ان الرئيس قبل قليل اصدر بيان يؤكد ما جاء في المذكره، ويعني يضع نفس النقاط، لا هي نفس المذكره،
هي طبعا علي محسن الأحمر عندما وجه محافظ محافظة المهرقة البناء على توجيهات عبد الرب منصور هادي، لكن المواقع الإخبارية طبعا تعاملت مع الأمر على أنه توجيهات عبد الرب منصور هادي، وهذا أمر طبيعي، يعني هي توجيهات عبد الرب منصور هادي، ولكن مررها إلى محافظ المهرة عن طريق نائبه علي محسن، مع أنه النائب هنا هو دائما يحضر عندما يغيب الرئيس، عندما لا يكون للرئيس نشاط أو يكون في مهمة خارجية أو، لكن الطريقة نفسها غير يعني غير منطقية، لأنها أيضا أصلا برمتها هذا النوع من التغطية على أعمال تستهدف سيادة الدولة اليمنية في محافظة المهرة غير منطقي وغير مقبول، ولكن لأن عبد الرب منصور هادي قبل بالعيش في الرياض والعيش المريح ربما في الرياض، فهو يقدم هذا النوع من التنازلات ويحرق معه أطراف أخرى وشخصيات أخرى في السلطة الشرعية. هذا النوع من التغطية غير مقبول ومستهجن ومرفوض من كل اليمنيين الشرفاء الذين يعتقدون أن اليمن دفع ثمنا باهظا من أجل أن ينال حقه في التغيير. اليوم التحالف الذي يشعل الأرض في محافظة المهرة، أتساءل أنا ماذا تريد المملكة العربية السعودية بعد أن تخلت عن دورها الذي وجدت عسكريا من أجله في اليمن، وهو مساندة السلطة الشرعية وإنهاء الانقلاب. هي لا تساند السلطة الشرعية بدليل أنها مولت ودعمت وغطت سياسيا على انقلاب كامل الأركان نفذ في عدن في العاشر من أغسطس الماضي، وأدى إلى خروج مسؤولية الحكومة من عدن وهيمنة المجلس الانتقالي المرتبط بالإمارات وبالسعودية. لا يمكن إنكار ذلك، بدليل أن المجلس الانتقالي وميليشياته يرفضون تنفيذ اتفاق الرياض، ومع ذلك السعودية لا تستخدم الأباتشي في عدن ولا تستخدم الأسلحة التي توافدت بكمية هائلة إلى التي تم الدفع بها إلى عدن بكمية كبيرة جدا، لا تستخدم لفرض اتفاق الرياض. المجلس الانتقالي وميليشياته يعربدون ويمارسون نفوذا كبيرا في محافظة عدن، ويريدون أن يقضموا أيضا ما تبقى للسلطة الشرعية في المحافظة الجنوبية، وفي محافظة المهرة تتولى السعودية باسم السلطة الشرعية تنفيذ هذه المهمة. بمعنى الانقضاض على نفوذ السلطة الشرعية في محافظة المهرة اليوم يتم بأسلحة سعودية، وهذه الأسلحة تستخدمها قوة المهام الخاصة السعودية التي أرادت أن تفرض سيطرة كاملة، وكما قال الشيخ علي الحريزي اليوم السعودية هي التي تفرض سيادتها الكاملة على منافذ صرفيت ونشطون طبعا ميناء بحري، صرفيت ميناء بري، وشحن ميناء بري. السعودية تفرض سيطرتها الكاملة على هذه المنافذ لكي تخنق اليمن، يعني التجار اليمنيين وحركة البضائع اليمنية كانت تجد بعض التسهيل في هذه المنافذ هروبا من التعقيدات الكبيرة التي تتم عبر ميليشيات تابعة للإمارات ولدوافع جهوية في محافظات عدن. أستاذ ياسين، هناك من يتساءل يعني أنكم تكيلون بمكيالين، يعني في عدن تقولون لما لا ينطوي الانتقال تحت سلطة الشرعية والشرعية هي يعني تريد كذا وكذا، ولكن في المهرة أليس الرئيس ونائبه والمحافظ أيضا هم الشرعية؟ لما يعني لا يتم القبول بأوامرهم والرضوخ لهذه الشرعية؟ لما نريدهم أن يرضخوا في جهة ولا يرضخون في جهة؟ لو كانت هذه الأوامر منطقية كان الأمر مقبول. هذه الأوامر تأتي للتغطية على عمليات عسكرية سعودية غير منطقية وغير مبررة. لماذا تذهب السعودية بهذه الكمية الهائلة من القوات لفرض سيطرتها على منفذ شحن؟ أين المشكلة في منفذ شحن؟ السعودية لها مندوبين في منفذ شحن ولها مندوبين في صرفيت، لماذا تريد أن تفرض السيطرة العسكرية الكاملة وتحيد أجهزة الدولة التي تعمل في هذه المنافذ؟ ليس هناك خطرا عسكريا لا من جهة التهريب ولا من أي، ليس هناك من مبرر ليحدث ما يحدث في شحن وفي صرفيت وفي نشطون من قبل القوات السعودية. إذن عندما تفكر السعودية في تعزيز قبضتها العسكرية على المهرة، هذا الأمر لا يخدم معركتها العسكرية مطلقا. ما الذي يخدم؟ هذه المعركة أصلا انتهت على الساحة اليمنية. المعركة التي يقوم بها التحالف الذي قد تفكك الآن، الإمارات انسحبت، بقية المملكة العربية السعودية، السعودية تأكد في مؤتمر ميونخ بأنها فتحت منافذ يعني أبواب خلفية مع الحوثيين، ورغم أن هناك إسقاط طائرة من قبل الحوثيين لأنها مستمرة في الحوار معهم. إذن النزعة نحو السلام مع الحوثيين هذه مسألة تسوق المملكة العربية السعودية في جميع المحافل الدولية.
هذا يعني أن السعودية تخلت عن مهمتها في إسناد القوات السلطة الشرعية في استعادة نفوذها بالقوة العسكرية واستعادة صنعاء. هي منعت تقدم القوات المسلحة باتجاه صنعاء، بل تواطأت من أجل أن يدخل الحوثيون إلى نهم. إذن لا مبرر أنت لماذا تعزز قبضتك العسكرية في المهرة، وأنت أصلاً قد تخليت عن العمليات العسكرية ضد الحوثيين في شمال البلاد. لماذا تعزز قبضتك؟ يعني المبرر الذي كان يفترض أن يعني أنا لو كان هناك الآن عملية عسكرية باتجاه محافظة صنعاء واقتضى الأمر ولدوافع يعني عسكرية واستراتيجية تشديد القبضة على منافذ المهرة لكان الأمر مقبولا، لكن أنت الآن تتخلى عن دورك العسكري في 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 مسرح العمليات الحقيقية وتتخلى عن المواجهات المفترضة مع الانقلابيين الحقيقيين سواء في جنوب البلاد أو في شمال البلاد، وتركز اليوم جهدك العسكري لاستكمال السيطرة العسكرية على محافظة المهرة، المحافظة المسالمة التي تبعد أكثر من 1000 كيلو عن يعني 800 كيلو عن مسرح العمليات. محافظة المهرة تقع بالكامل تحت نفوذ السلطة الشرعية، أين مشكلتك مع محافظة المهرة؟ لماذا تحاول أن تشيطن محافظة المهرة؟ لماذا تحاول أن تشيطن النزعة الوطنية التي يعبر عنها هؤلاء الرجال الوطنيون الشرفاء بقيادة علي سالم الحريزي وغيرهم من رجال نعم إذا اسمح لنا أن ينضم واللواء قحطان وغيره من الرموز الوطنية ووزير الداخلية ووزير النقل صالح الجبواني، هؤلاء اليوم الذين يعبرون عن نزعة وحدوية وطنية ويريدون علاقة تكافؤ مع التحالف ويريدون تقويم هذه العلاقة مع التحالف وتوجيه مسار الحرب بما يخدم أهدافها الحقيقية، لماذا تحاول أن تشيطنهم وتقدمهم على أنهم تجار يعني مهربين وقطاع طرق وزعماء لعمليات تهريب منظمة إلى غيره من هذه التوصيفات المرفوضة جملة وتفصيلا؟ لماذا؟ ماذا تريد من المهرة أصلا؟ لماذا تحاول أن تعسكر محافظة المهرة؟ أن ينضم معنا الشيخ عبود بن هبود نائب رئيس لجنة الاعتصام السلمي بمحافظة المهرة عبر الهاتف من هناك. مساء الخير شيخ عبود. مساء النور، مرحبا وسهلا بنسبة الجيش ومرحبا وسهلا جميع المشاهدين أبناء اليمن في الداخل والخارج. نمسيكم بالخير ونمسيكم بما يحصل في المهرة. نعم. ما يحصل في مديرية شحن تخصيصا لا تبلغوا، فأن أحرار اليمن وأبناء اليمن وأبناء محافظة المهرة وبداية محافظة المهرة على كافة الاستعداد لإخراج المحتل. بالنسبة للتبرير والرد على ما يقولوه السعوديين وجود تهريب وما تهريب، فهذا الأمور قد تجاوزت الحد بالرد عليها. فهم انا اريد اذكر نقطه واحده، ترك المالكي عن قبل ما توصل القوات السعوديه للمهره صرح رسميا في قناه الحدث ويقول الصواريخ اللي ضربت الرياض خرجت من مركز ترفيه المحاد مع سلطنه عمان ولدينا معلومات قاطعه. بعد احتلال السعوديين وجود السعوديين في المهره باربعه ايام صرح شخصيا المالكي بان الصاروخ اللي ضرب الرياض خرج من ميناء الحديده. هو يكذب نفسه بنفسه، هذا الكل يطلع عليها والكل يشوفها والكل يراها امام العالم كله، نحن غنيين عن الرد عليها. فنقول لهم انتم وصلتوا الى منتهى كافي، والردود ما عاد داعي لها عليكم او المبررات، يكفي احرار اليمن في الداخل والخارج ما ردوا وما برروا وما ذكروا من حقائق ما تعمل السعوديه والامارات في اليمن. ولكن احنا نقول لهم اليوم عندنا كل ما واحده، نطالب كل ابناء اليمن بتوحيد الجبهه ضد اعداء اليمن، المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات المتحده هم اعداء اليمن بالدرجه الاساسيه، ولا ننتظر من احد عونا الا الله عز وجل. وكل هو من يوقف مع ابناء اليمن فمن جانب الانساني ومن جانب الاخلاقي فنرحب فيه. ولكن بالنسبه للحكومه الشرعيه فنحن ما ننتظر من سجين عون، فهم سجنا في الرياض، ثم الافراج على احمد الميسري، ثم الافراج على وزير الداخليه ومن قبلهم، ولكن بعد افراج عليه من هذا الاعتقال السعودي الوسيع كلف او الزم بالصمت بحيث انه زاد المضايقه على من بكى بعده من عبد ربه وعلي محسن السجناء لدى السعوديين.
نعم شيخ عبود، بعد تحرير اليمن سنحررها من السعودية. نعم شيخ عبود، التحالف أصدر بيان قبل ساعات ووصفكم أو وصف رافضية التواجد السعودي بأنهم جماعات جريمة منظمة وتهريب، ودعا كذلك إلى الحزم معكم بالتعاون مع الحكومة. ما رأيك بما ورد في البيان؟ أنا ذكرت ليش أن احنا يكفي من الرد، نحن نكذب ما يقولوه وهم يكذبوا أنفسهم، لكن أذكر لك نقطة واحدة هي تكفي كل المستمعين. الموجودين الآن في منفذ شحن قبل وجود السعوديين، هل هي مؤسسات الدولة أو هم هؤلاء ما يوصفهم المهربين؟ موجود الجيش الوطني لواء 127، وموجود الأمن العام من محافظة المهرة، من عين وهم مدير الأمن، وهم اللي كلفوا أن يجيب لهم مجموعة كتيبة من الأمن وكتيبة من موجب بقية عبد الرب المنصور هادي إلى البوابة، وهم هؤلاء من يحموا البوابات، والسعوديين يداوموا داخل المنفذ ويراقبوا كل الدخول والخروج. ولكن بعد أسرار السعوديين على منعهم والتجبر في التحكم حتى على الجيش الوطني، فالكل متساهم من هذا الوضع، ولا عاد أمام هذا الشعب سواء بجانب الرسمي أو المدني إلا الدفاع عن أنفسهم، والدفاع عن النفس واجب. ولكن نحن الآن كيف سيكون ذلك شيخ عبود؟ يعني كيف ستدافعون عن أنفسكم؟ ما هي خياراتكم إذا استمرت الشرعية في تغطية أجندة السعودية في المهرة؟ السعودية الشرعية اللي موجودة في المحافظة لم تغطي على الشرعية، لم تغطي على السعودية سوى راجح المعين منها. باقي مؤسسات الدولة هي توقف مع الوطن وأبناء الوطن، ونحن نسبهم كل الفدا. ولكن خيارات القبائل معروفة، ما عاد يوجد امامهم خيارات. فالصوت ارتفع للعالم كله منذ سنتين ولم يجيب مجاوب على السعوديه ان تتراجع من هذه القرارات الخاطئه تجاه الشعب المسالم الذي لم يكن منه اذى. ولكن الخيار هو اجبار السعوديين والاماراتيين بقوه السلاح من كافه ابناء اليمن وطردهم من ارض الوطن. هذا هو الحل الذي امامنا، الا ان كان رب العالمين من فوق 7 سنوات اهداهم وعادهم للصواب وسحبوا انفسهم. فنحن نتمنى من الله ان يهديهم ولا يجبروا ان ابناء محافظه المهره بشكل خاص وابناء اليمن، اللي مزيد من الدماء يكفي ما عملوا في اليمن من كثر ما شردوا ابناء اليمن ودمروا ابناء اليمن. بقى المنفذ الوحيد اللي يسافر منه كل اليمنيين والمرضى حتى مصابين التحالف، القتله المصابين مع التحالف اللي يقاتلوا مع السعوديه يدخلوا من هذا المنفذ ويعالجوا في سلطنه عمان، مشكوره على ديرتها الحسنه وعلى وقوفها مع الشعب اليمني. وهذا ما خل عند السعوديين الغيرة، ليش عماتوكم مع الشعب اليمني؟ عشان بالمستقبل يكون الشعب اليمني يحب عمان، لازم أن يكون الشعب اليمني مش محبوب لدى عمان. فاحنا نرغب أن نفكر هذا المنفذ بحيث يصبح الشعب اليمني لا يمتلك شيء إلا بأمرنا. نعم، إذن شكرا جزيلا لك عبود بن هبود، نائب رئيس لجنة الاعتصام السلمي بمحافظة المهرة، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. وعودة إليك أستاذ ياسين، برأيك ما هي مخاطر ما تقوم به السعودية في المهرة من إشعال الفتنة بين أبناء المهرة، فريق مع المحافظ وفريق مع أبناء القبائل الرافضة للتواجد السعودي؟ ألا يشكل ذلك خطر حقيقي على أمن واستقرار المحافظة؟ طبعا هذا يشكل خطر حقيقي على أمن واستقرار المحافظة، لأن السعودية تستهدف يعني حالة الانسجام المجتمعي الذي يتمتع به أبناء محافظة المهرة، فهم أبناء عشيرة واحدة تقريبا، وحالة التماسك الاجتماعي في محافظة المهرة يضرب بها المثل. هذا التماسك يمثل مصدر قوة جبارة بالنسبة للمحافظة، هي تعرف أنها محافظة مسالمة، لكن هذا التماسك يمثل قوة هائلة في وجه أي خطر خارجي. السعودية هي تدرك هذه الحقيقة، ولهذا تعمل على بث الخصومات وعلى تفكيك المجتمع من خلال يعني إعادة هندسة مجتمع المهرة، تشجيع هذا الطرف على هذا الطرف، تسريح هذا الطرف ضد هذا الطرف، شيطنة هذا الطرف، تقريب هذا الطرف، الإغراءات
شراء الولاءات، كل هذه المسألة تقوم بها السعودية منذ أن بدأت بالتواجد العسكري في محافظة المهرة من نهاية 2017، لكن هي طبعا لها نفوذ في هذه المحافظة منذ وقت مبكر. ومع ذلك ورغم هذا النفوذ استطاع أبناء محافظة المهرة أن يحافظوا على تماسك وحالة توازن غير طبيعية في حقيقة الأمر، يعني لافتة للنظر إلى درجة أنه يصعب إعادة توظيف مجتمع يعني المهرة من أجل تحقيق أطماع خارجية. السعودية أدركت هذه الحقيقة، لهذا هي ماضية في هذا الطريق اليوم من خلال تسليح ميليشيات وإطلاقها على أبناء محافظة المهرة، مما اضطر أبناء محافظة المهرة لمواجهة هذه الميليشيات. هذا الأمر من هذا النوع من المواجهة طبعا قد يؤدي إلى خلق خصومات، لكن أعتقد أنا أن أبناء محافظة المهرة لديهم وعي كامل بخطورة ما يجري، ووعي كامل بالمخططات التي تستهدف بنيتهم الاجتماعية ووحدتهم الاجتماعية التي هي أغلى من أي شيء آخر في محافظة المهرة. لكن الخطر الاستراتيجي على الكيان اليمني هو خطر يتمثل في هذه السطوة السعودية التي تتنامى في محافظة المهرة وتنتهي إلى سيادة سعودية كاملة على هذه المحافظة، وهذا يعني أننا سنواجه انقساما جغرافيا رأسيا في اليمن على أساس جنوب شمال، وسنواجه نزعة إماراتية للاستحواذ على محافظة سقطرى، سنواجه نزعة سعودية تتنامى بشكل كبير جدا ومخطط لها لقضم محافظة المهرة، وهذا الخطورة هنا إذا كنا نتحدث عن خطورة تستهدف الكيان المجتمعي في محافظة المهرة، فالخطورة الاستراتيجية تكمن في أن هذه المخططات تهدف في نهاية المطاف إلى تفكيك اليمن وإلى قضم أراضي وإلى إعادة وإلى الاستحواذ على المزايا الجيوسياسية التي يتمتع بها اليمن من خلال موقع المهرة ومن خلال موقع سقطرى ومن خلال الموانئ التي تنتشر عبر على طول ساحل البحر العرب وخليج عدن وساحل البحر الأحمر. إذن هذا المخطط هو مخطط تفكيكي تدميري تخريبي يستهدف كيان الدولة اليمنية وسيادتها واستقلالها، وبالتالي ينبغي على أبناء الشعب اليمني أن يساندوا هذا الموقف البطولي الكبير جدا الذي يعبر عنه أبناء محافظة المهرة. على المسؤولين في الشرعية المتواجدين في الرياض أن يكفوا عن التصريحات التي تنال من الرموز الوطنية في محافظة المهرة، وهي تصريحات مسيئة جدا، وعليهم أن يتذكروا أن تصريحاتهم لم تنل للأسف الشديد من الحوثيين، بقي الحوثيون يتمددون بتمويل سعودي وبغطاء سعودي إماراتي، ولكنهم يتنمرون اليوم على الطرف الذي يريد أن يحافظ على كيان الدولة اليمنية والذي يعمل جاهدا من أجل فرض سيادة الدولة اليمنية على أراضيها. نعم أستاذ، لكن ما هي خيارات أبناء المهرة في حال تمهت الشرعية مع أجندة الرياض؟ هل هناك مخاوف من نشوء مواجهات عسكرية بين القوات اليمنية المحسوبة على الشرعية وبين أبناء القبائل؟ طبعا السعودية يعني ما كانت يعني تتوقع أن تتصاعد نبرة المواجهة اللفظية والإعلامية والميدانية في محافظة المهرة إلى هذا المستوى. اليوم كل مسؤول وكل ناشط وكل شخص مخول بالحديث عن حراك المهرة وعن اعتصام المهرة اليوم يصف الأمر بأنه احتلال سعودي، وهذه كلمة طبعا لا ترغب السعودية في سماعها، لكن هذه نتيجة طبيعية لما قامت به السعودية في محافظة المهرة. أبناء المهرة يبدو أن سقفهم عالي في التعاطي مع التحديات الراهنة في محافظة المهرة، وذاهبون إلى مواجهة مع ما يسمونه احتلالا، ومعهم كل الحق في هذا التوصيف، لأن السعودية تذهب في هذا الاتجاه، تذهب في اتجاه تحييد أبناء محافظة المهرة وإهانتهم والإساءة إلى 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 وطنيتهم، ومن ثم التأثير المباشر على مصالحهم. يعني محافظة المهرة كانت تدر دخلا ممتازا من العائدات الجمركية التي تأتي من تدفق البضائع عبر ميناء، عبر نشطون، عبر صرفيت، عبر شحن، خصوصا شحن من أهم المنافذ البرية الذي شهد أولا تدفق الحركة اليمنيين، الطلاب، المرضى، المسافرون، العائدون، الذاهبون، بالإضافة إلى حركة البضائع، لأن هناك ميناء صلالة وكثير من رجال الأعمال اليمنيون نقلوا نشاطهم إلى هذا الميناء لأن عدن باتت غير ملائمة، ميناء الحديدة طبعا مصادرة من قبل الميليشيا الحوثية، وبالتالي المكان الوحيد الذين شعروا بأنهم حصلوا فيه على تسهيلات تتفق مع احتياجات اليمنيين في هذا الظرف الصعب، وهذه التسهيلات قدمتها سلطنة عمان،
فكانوا يأخذون بضاعتهم من الميناء إلى مزيونة وهي منطقة حرة طبعا، وهذه مزية أخرى يتمتع بها رجال الأعمال اليمنيين، وثم ينقلون بضاعتهم إلى الداخل اليمني، يدفعون ويرسمون هذه البضاعة في منفذ شحن، العائد طبعا يعود إلى السلطة الشرعية ويعود إلى السلطة المحلية. السعودية عملت منذ فترة على تعطيل حركة التجارة من خلال الدور السيء الذي يقوم بها مندوبوها في منفذ شحن، لكنها اليوم لم تكتفي بهذا التعطيل المتعمد الذي يقوم به المندوبين السعوديون، بل اليوم فكرت بأن تفرض سيطرتها العسكرية المباشرة. وأنا أعرف يعني حركة الانتقال حتى بالنسبة للسياسيين المناوئين للمملكة العربية السعودية عبر هذه المنافذ باتت تسبب قلقاً للمملكة العربية السعودية، لهذا تقوم بهذا النشاط الاحتلالي. ليس هناك أكثر من ذلك يمكن قوله إزاء ما تقوم به السعودية من دور يمكن وصفه بأنه احتلالي وتخريبي في الآن نفسه. إذن شكراً جزيلاً لك المحلل السياسي ياسين التميمي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضاً مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.